بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله تعالى وبحمده وصلت إلينا مديرية أوقاف البحيرة سيارة لحوم سكوك الأضاحي محملة بأربعة أطنان من اللحوم اليوم السبت الموافق 12 من شهر سبتمبر لعام 2020، وعلى أن توزع هذه اللحوم لمستحقيها بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين في يوم السبت الموافق 24 محرم 1442 هجريا المتمم ل 12 سبتمبر 2020 ميلاديا، وصلت إلى مديرية أوقاف بني سويف سيارة اللحوم، وصل عدد 3 طن. وكل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بمشيئة الله عز وجل وبفضله، تستقبل مديرية أوقاف الألمية اليوم السبت الموافق 12/9/2020 الدفعة العاشرة من لحوم سكوك الأضاحي. هذه الدفعة تقدم 3 أطنان، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الألمية حتى الآن من لحوم سكوك الأضاحي 32 طن بمشيئة الله عز وجل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله وبتوفيقه، اليوم السبت 12/9/2020 استلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم سكوك الأضاحي محملة بأربعة أطنان، ليبلغ إجمالي الأطنان التي وصلت مديرية أوقاف الفيوم 28 طن من بداية المشروع وحتى الآن، يتم توزيعها إن شاء الله على الأسر أكثر احتياجا وأشد فقرا على مستوى محافظة الفيوم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل من ساهم وشارك في هذا المشروع.